أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن سعادته البالغة بمناسبة فوز الحصان براد سيل ملك سموه بالمركز الأول في الشوط الثاني من مهرجان رويال سكوت العالمي لسباق الخيل للفئة الثانية لمسافة 1200 متر. وقد شهد السباق بمعية سموه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسط حضور من المدعوين وجمهور غفير من محبي وعشاق الفروسية وسباق الخيل. وتمكن براد سيل من هزيمة جميع منافسيه نظرا للتعامل الذكي من الفارسة هولي دويل التي نجحت في تطبيق خطة وتعليمات المدرب أرتشي واتسون في هذا السباق الذي استطاع من خلاله تحقيق إنجاز عالمي جديد لرياضة الفروسية البحرينية. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد: سعداء كثيرا بالنتيجة المتميزة التي حققها الحصان براد سيل الذي استطاع أن يحقق المركز الأول وأن يسجل اسم مملكة البحرين في سجلات أبطال هذا السباق العالمي الذي جاء بفضل رعاية ودعم سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لرياضة الفروسية وسباق الخيل واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والذي كان له الأثر الإيجابي في تطور وارتقاء هذه الرياضة وتحقيقها للإنجازات المشرفة والتي عززت من المكانة المرموقة لمملكة البحرين على خارطة هذه الرياضة قاريا ودوليا. وتابع سموه: إن سباقات الخيل صعبة التكهن بهوية الفائز نظرا للمعطيات الأولية ومجريات السباق، وقد كنا على ثقة كبيرة بأن يحقق الحصان براد سيل نتيجة إيجابية بعد أن خضع لمرحلة إعداد مثالية بإدارة المدرب أرتشي واتسون والقدرات الفنية المميزة للفارسة هولي دويل التي قادت الحصان للظفر بهذه النتيجة المتميزة، معبرا سموه عن تفاؤله الكبير بأن تنعكس هذه النتيجة المشرفة على إحراز المزيد من النجاحات ورفع علم البحرين في السباقات المقبلة. Moves into the lead under Holly Doyle from Roel Scotsman in second. Then came the battling away in third, Persian fourth, and then rousing encore. They're inside the final half of furlong, and it's Bradshaw who's got a couple of lengths lead. And Bradshaw will win the Coventry Stakes. Persian.